السلام عليكم، معكم خالد عواض. ابتديت مشواري الرياضي عام 2017 في نادي انترفال بلس. طبعا قبل دخولي نادي انترفال بلس اشتركت في العديد من الأندية التقليدية، وللأسف ما كان فيه لا اهتمام ولا متابعة من قبل المدربين، وأيضا الروتين الممل اللي خلاني أطفش من النادي ومن الرياضة. ولكن بعد دخولي نادي انترفال وتجربة رياضة الكروسفيت وجدت أنها رياضة مختلفة تماما، حيث أنها رياضة ما فيها روتين ممل، متجددة، وهذا شيء حمسني أجي النادي كل يوم لتطوير أدائي الرياضي، وأيضا وجود المدربين حولي ساعدني أني أحقق أهدافي وأستمر فيها. رياضة الكروسفيت رياضة مناسبة للجميع، ممكن أكبر مثال على هذا أنا، كان وزني 112 كيلو، قدرت من خلال رياضة الكروسفيت أني أنزل من وزني 42 كيلو. أيضا المدربين بيكونون معك خطوة بخطوة، بيساعدونك على أداء التمارين مهما كان مستواك أو عمرك أو وزنك. وفي الأخير حاب أقول أن مجتمع انترفال بيحمسك ويشجعك على الاستمرار وتحقيق أهدافك مهما كانت. جرب الكروسفيت مرة واحدة وأنا متأكد أنها الرياضة اللي بتغير حياتك.